ماريو كريستيانو رونالدو، رونالدو سانشيز، خطيرة ماريو، المحاولة الأولى والتسديدة الأولى على مرمى هنسي. البرتغالي قادم، البرتغالي يلعب، البرتغالي يحاول، البرتغالي يمسك اللعبة. لأرضية يمشي جارث، جارث مباغتة، كرة مفاجأة وكرة أولى لويلز، ويلز تسجل العنوان. ينطلق جارث بيل للخواتيم، جارث 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 جارث، يمشي التاجي بيل والكرة تمشي قريبة، تعرفك الأغنية في المدرجات. يمشي فيها الفريق البرتغالي عن طريق أدريان سيلفا، والرأسية من كريستيانو، كرة خطيرة جدا يقتنصها البرتغالي الدون. كرة تمشي المنتخب البرتغالي، العرضية وخطيرة، الهدف الأول، الهدف الأول كريستيانو رونالدو، جول رونالدو بالرأس، قلت لك في وقت الكرة الثابتة، المنتخب البرتغالي في سيناريو كرواتيا في الدقيقة 48 يصطاد الفريق البرتغالي عن طريق عملاقه، عن طريق كبيره، عن طريق صاروخه، عن طريق تاريخه، بطريق وويلز تحترق بكرة الثاني، الثاني يعني باي باي، يمشي رونالدو، رونالدو والهدف الثاني، تحترق ويلز، احترقت ويلز، احترقت ويلز، رونالدو لناني، وناني لم يكن الأناني، حط الكرة وفرح البرتغالي، برتغالي فينال، البرتغال النهائي. رونالدو يحاول يفوت، يمشي رونالدو، شكورة الروي، ممكن أقوى مخالفة على 42 يا البرتغالي. يضرب ناني والحارس، والهدف الثالث يضيع بطريقة غريبة، بطريقة عجيبة يا جواو، ماريو جواو. هل افتقد الامل ويلز؟ نعم، الثالث يعطي كرة والحارس، والثالث الذي لم يدخل، كرة غريبة وغريبة جدا، فرصة كبيرة ضاعت من ناني. يضرب شوت ولكن الحارس، الحارس روي باتريسيو